السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محبي ومتابعي العالم الذكي. في هذا الفيديو من خلاله إن شاء الله سأريكم طريقة مربحة من الانترنت، طريقة يمكنك البدء بها في رحلتك لربح الدولارات من الانترنت. الطريقة سهلة جدا ولن تحتاج منك لا تعقيدات ولا معرفة لا في البرمجة ولا في التصميم ولا في المونتاج ولا في أي شيء. يعني الطريقة يمكن أن يشتغل بها أي شخص يعني له معرفة فقط بالانترنت، معرفة عادية، يعني لا توجد أي تعقيدات في هذه الطريقة إن شاء الله. الطريقة تكمن في هذا الموقع كما نلاحظ هنا، موقع tamarin.com. هذا الموقع صراحة موقع اختصار روابط، يمكنك من وضع رابط واختصاره، وكلما دخل أشخاص إلى ذلك الرابط المختصر ستربح من ورائهم المال. طبعا لا أقصد المال 100 دولارات أو 1000 دولارات، لكنها يمكنك أن تربح دولار، 2 دولار، 3 دولار، يعني على حسب اشتغالك وعلى حسب اجتهادك في هذا الموقع. أول شيء يجب عليك القيام به في الموقع طبعا وهو التسجيل في الموقع، تسجيل حساب جديد. قم بالضغط على create account كما نلاحظ هنا، وقم بتسجيل حساب جديد على الموقع. الطريقة سهلة جدا، يعني لا تحتاج أي تعقيدات، فقط يكفيك يعني كتابة اليوزر نيم الخاص بك، الإيميل الخاص بك، الباسورد وإعادة كتابة الباسورد، واضغط على submit وسيرسل يعني التسجيل إلى بريدك الإلكتروني. بعد ما تقوم بالتسجيل في الموقع، أول شيء يجب علينا يعني رؤيته وهو الـ payout rate، وهو يعني ما هو حساب المال بالنسبة لكل دولة، يعني كم يدفع الموقع بالنسبة لكل دولة. طبعا هذا يعني هذا المبلغ يأتي مقارنة مع 1000 views، يعني كلما شاهد ذلك الرابط 1000 يعني شخص تربح من ورائه هذا المبلغ على حسب دولتك أنت. فعلى سبيل المثال إذا ما شاهد ذلك الرابط 1000 واحد من السويد كما نلاحظ هنا ستربح 8 دولار، وهذا أمر رهيب جدا. يعني أنت سأريك إن شاء الله استراتيجية يمكنك من خلالها ربح المال بطريقة سهلة جدا وجلب زوار إلى ذلك الرابط بطريقة سهلة جدا، فقط تابع معي. إذا ما ذهبنا إلى كندا ستجد 7 دولار، نعم 7 دولار. بالنسبة للدول العربية لدينا المغرب 4 دولار، لدينا البحرين 4 دولار. بالنسبة إذا لم تجد يعني دولتك هنا ستجدها في الورد وايد ديل كما نلاحظ، وهي 2.80 دولار، وهي بالنسبة للباقي الدول. يعني إن لم تكن دولتك هنا ستجد دولتك هنا في باقي الدول ويتحسب ب 2.80. هذا هو ليس هو المشكل وليس يعني هو يعني الطريقة التي ستربح منها. الطريقة سهلة جدا، تقوم بعمل حساب كما قلت، تقوم بالدخول إلى موقع يعني إلى حسابك، تقوم من بعد يعني بأخذ رابط خاص بمدونتك. على سبيل المثال إذا كانت لديك مدونة قم بإنشاء، إذا لم تكن لديك قم بإنشاء مدونة على بلوجر، يعني طريقة سهلة جدا. وإذا ما أردتم شرح مفصل عن طريقة يعني عمل مدونة على بلوجر وتركيب القالب الخاص بها وكل هذه الأمور، فقط يعني قوموا بوضع تعليقات، وإن شاء الله إذا ما كان الأشخاص كثيرون سأقوم بعمل فيديو منفصل أشرح فيه طريقة عمل مدونة على بلوجر وتركيب القالب من الألف إلى الياء. من بعد يعني تقوم كما قلت باختصار رابط خاص بك، سواء رابط على اليوتيوب لفيديو، سواء رابط لمدونتك خاص بتدوينة أو أي شيء من هذا القبيل. يعني تقوم بأخذ ذلك الرابط وستضعه في جروبات على الفيسبوك. أنا سأعطيك جروبات على الفيسبوك، ستجد رابطها أسفل الفيديو في الوصف في الديسكريبشن بوكس. ستجد 3 أو 4 جروبات على الفيسبوك. تلك الجروبات هي جروبات للتفاعل، يعني أنت تقوم بوضع رابطك ويدخل له أشخاص آخرين وهم يعني يضعوا رابطهم أيضا وأنت تدخل لهم، يعني جروبات لتبادل التفاعل بينكم يعني عن طريق يعني مواقع اختصار الروابط. وبالتالي يعني ستجد أنك وضعت منشور على ذلك الجروب ووجدت 100 أو 200 شخص دخل إلى رابطك. يعني تخيل معي لو اختصرت ذلك الرابط 3 مرات في اليوم أو 4 مرات في اليوم، يعني ستحصل على 4 دولار أو 3 دولار يعني بشكل سهل جدا في يوم واحد. وتخيل معي كم ستربح في الشهر، يعني فقط يعني تخيلها هكذا، يعني لا توجد فيها أي تعقيدات، لن تحتاج منك لا لأكواد البرمجة وتعلم البرمجة وكل هذه الأمور، لا تحتاج منك لا للتصميم بالفوتوشوب أو بالأفتر إفكت أو أي شيء من هذا القبيل. يعني يعني طريقة سهلة جدا للمبتدئين. إذا كنت مبتدئ في مجال الربح من الإنترنت وتريد ربح 3 دولار أو 4 دولار في اليوم، فهذا هو يعني دليلك إن شاء الله في بدء رحلتك في الربح من الإنترنت وربح بعض الدولارات، ومن ثم يعني تقوم بتطوير مهاراتك في الربح من الإنترنت وتربح الكثير إن شاء الله في المستقبل، لما لا. كما قلت يعني هذه الطريقة، هذا الموقع صراحة موقع موثوق، لذلك شرحت هذا الموقع.
موقع يدفع 100%، ولدي صراحة العديد من إثباتات الدفع إذا ما أردتم يعني مشاهدتها فقط ترسلوني على الصفحة وسأريكم إثباتات خاصة بهذا الموقع. أنا أيضا يعني قمت باستخدامه شخصيا ودفع لي طبعا، لذلك أنصحكم أيضا أنتم باستخدامه، موقع رهيب جدا لمن يريد اختصار رابطه في هذا الموقع، فالأمر سهل جدا، وحتى يعني الواجهة وكل هذه الأمور هي بسيطة ولا توجد فيها أي تعقيدات، لذلك أنصحكم بهذا الموقع يعني كي لا تضيع وقتك في موقع آخر وفي الأخير يعني لن يدفع لك. هذا الموقع موثوق 100% يعني وعلى ضمانتي وعلى يعني تجربتي. هذا كل ما في الأمر بالنسبة لهذا الفيديو لهذا اليوم. كما قلت هذه هي فقط استراتيجية أردت أن أشاركها، يعني وجدت نفسي أربح منذ 3 أشهر أو 4 أشهر بهذه الطريقة، $3 في اليوم، $4 في اليوم، وقلت لما لا يعني أشاركها معكم يعني لكي تستفيدوا أنتم أيضا. فأنا أعلم أن هناك العديد من الأشخاص يعني يريدون بدء في رحلتهم في ربح من الانترنت ولم يجدوا بعد الطريقة أو الاستراتيجية المناسبة، لذلك إن شاء الله قمت بعمل هذا الفيديو. طبعا جميع الروابط التي استخدمتها في هذا الشرح إن شاء الله ستجدها أسفل الفيديو، بما فيها رابط تسجيل في الموقع، موقع التمرين، وأيضا ستجد رابط لجروبات خاصة بالفيسبوك، قم بالدخول إليها، يعني قم بالتسجيل في الجروب، ومن ثم قم ب يعني وضع منشور خاص بك لتدوينه، سواء لعبة على الأندرويد، سواء فيديو على اليوتيوب، يعني أي شيء قم باختصاره هنا في هذا الموقع، وسيعطيك رابط مختصر قم بطرحه في الجروب على الفيسبوك، وإن شاء الله ستجد العديد من التفاعلات مع ذلك المنشور، وسيدخل العديد من الأشخاص في لرابطك المختصر، وأنت ستربح المال على حسابك في موقع تمرين. هذا هو كما قلت شرحنا لهذا اليوم، أتمنى من صميم القلب أن يعجبكم الشرح. إلى هنا إن شاء الله نضرب موعد في حلقة مقبلة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.